لا تضربوني. وقفوا بكفي، شو عم تعملوا؟ افتحوا لي. رجاءا اتركوني. بس اطلع من هون بفرجيكم شو رح يصير فيكم. وانت ليش عم تطلب منهم يتركوك؟ تصرف ابي، شو بك؟ شو بدك اعمل؟ اضربهم. ما عاد رح احكي معك طول ما عم تاكل قتله. بكفي، رح اتجاوز حدودي هلا. شو؟ كيف قدرت؟ رابطينك؟ فكني. اوه، كيف قدرت تفتح الباب وتتخلص منه؟ انا بهالشيك بريم مهرة، انا ما بنضرب، انا بضرب. بتعرفي اني ربطتهم بدون ما ارفع ايدي؟ كيف؟ بتعرفي شو رح اعمل؟ رح اهرب. تعالوا لعندي وخلوني اخذكم على مكان حلو. خدوا. انا بفرجيك شو رح اعمل فيك. بالاول فكوا حالكم. حماتي فكيني. كيف رح افكك؟ مو لازم فك حالي بالاول. يا امي يا امي، نينجا الخالي، نينجا بدها تضربني. حماتي وقفي. حماتي شو عم تعملي؟ هيك عملت. عن جد قدرت توقفهم عن ضربك بدون ما تمد ايدك عليهم حتى؟ لك شغلة؟ أنا بحب فيك هذا الجانب الراقي، بحبك كتير أبهي. ليش أنت دائماً بتختاري الوقت الغلط؟ شوفي هلأ هدول الاثنين مربوطين برا، وحياتنا نحن بخطر، وأنت هلأ بهاي اللحظة صرتي رومانسية. أنا آسفة، يلا خلينا نطلع من هون قبل ما يجي الضابط. معك حق، لازم نطلع. هذا الضابط بشو عم تفكر؟ أشوك كل المجرمين من نفس العيلة، بس هديك المرة اللي كانت عم تحاول تقلي شيء. أنا كان بدي أقلك شغلة. يمكن كانت رح تقلك الحقيقة عن عائلتها ونواياهم، بس ما قدرت تحكي لأنها كانت خايفة منها. لازم اتصل ببوراب فورا، ضروري خبره شو صار معنا. شو هاد؟ شوفي ما في بطاقة سيم بالموبايل. كيف هيك؟ أنا اتصلت ببوراب من هذا التليفون من قبل. ايه صح حكيك. طفيت لك موبايلك؟ لا. شو صار؟ تتذكري وقت وقع تليفوني لما كنت عم احكي؟ أي؟ وقتها أشوك اللي جاب لي الهاتف. أنا بظن وقتها شال بطاقة السيمة من الموبايل. براجيا، هذا كان فخ لإلنا. هنن عم يخططوا يأذونا، مشان هيك أشوك كان مخطط إنه عرفنا على عائلته اللي هنن لسه أخطر منه. لازم نطلع من هون بأي طريقة. شو نعمل؟ أكيد هدنك التنتين بيكونوا قدروا يفكوا حالهم هلأ. تعال معي. شو خطتك؟ في شباك هون. إيه؟ فينا نطلع من هذا الشباك. أنتي كنتي عرفانة؟ إيه. وليش ما رحتي من هون؟ كيف بدي روح وأتركك؟ نحن رح نبقى مع بعض ونحارب مع بعض كمان، رح نعمل كل شي مع بعض دائماً. ما عم صير رومانسي، بس هي الطريقة لتقدير الشيء اللي عملتيه. شكراً كثير لك. ايه وحتى أنا ما بقدر. بعدين رح جاوبك على كل أسئلتك، بس هلأ نحن مستعجلين، يمكن يكون هالمكان كله مجرمين. كيف بدنا نطلع؟ خلينا نحاول نفتح الشباك. انتبه. ايه؟